هذا المنبر أقول للمغاربة الكرام، رمضان مبارك سعيد، ونقف وقفة تأمل كلنا كشخص واحد لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر صاحب الجلالة، وأن تكون الخطوة ديالو كلها كما هي راضية مرضية وفي خدمة هذه الأمة. والمواطنين الكرام اللي كلنا كنعرفوا بكل عمق المعرفة الآفة ديال حوادث السير في المغرب التي وصلت إلى درجة أنها أكثر ما تأخذه من بشر أكثر مما تأخذه هاد الآفات ديال المرض أو ديال الأشياء ديال الآفة ديال الطبيعة. إذن أنا أقول للمغاربة الكرام، والخصوص في هذا رمضان، عندما قلت رمضان المبارك وسعيد وكل عام وانتم بخير، هاد السياقة المثالية المخلقة المهادئة تستمد متعتها من نفحات الإيمانية والنسمات الروحية التي تعطر أجواء رمضان ويستنشقها السائق. شكون ذاك السائق الصائم؟ بملء رأتيه وروحه ترتقي بتصرفاته وتهذب سلوكه وتجعل سياقته سياقة إنسانية متزنة، وقيادته لسيارته قيادة حكيمة ملتزمة، وتطبع حركاته بسكناته بطابع التسامح والتأني والعفو والصفح وكظم الغيظ والتحلي بحب الآخرين وكراهة إزعاجهم وإقلاقهم وإرادة الخير لهم فضلا عن إدايتهم والإساءة إليهم. فنعلم أن الإنسان في رمضان، كل المسلمين كما يسيرون بحياتهم وإيمانهم وصيامهم سيرا سليما رفيقا على درب مرضاة الله عز وجل والتقرب إليه بالتزام أوامر الله. وأوامر الله أشن هما؟ كل ما يقرب إليه ويرضيه، حتى هذا القوانين الذي قال عنها الجهلاء أنها قوانين وضعية، وهي لا، بالعكس، فإن أما تم المصلحة فتم شرع الله، وإن أما تم شرع الله فتم المصلحة. قوانين السير أو قوانين إلى احترمناها، رحنا احترمنا القوانين الإلهية التي تقرب إلى الله لأنها شرعية. ويجب أن نعلم بأن كما يسير الإنسان كما قلت بحياته في رمضان، يجب أن يسير بسيارته وبسياقته سيرا سليما رفيقا على درب مرضاة الله عز وجل، وكذلك بتفادي والآفات والمغامرات. ذلك أن شهر رمضان الذي يهذب طباع الصائمين ويقوم سلوكهم ويسمو بأخلاقهم ويطهر ألفاظهم وينظف قلوبهم ونفوسهم، وتعم الأخلاق العالية والتصرفات النبيلة أوقاتهم، فيبعد التشنج والانفعال ويعيشون أو يتحلون بأخلاق الفضلاء وتصرفات النبلاء، فلا يرفضون بألسنتهم كما لا يرفضون بسياقتهم، ولا ينتهكون قوانين السير كما لا ينتهكون حرمة رمضان، ولا يعطون أنفسهم ما لا يعطيهم لهم الشرع والقانون. إذن خصنا نعرفوا هذوك شكون، كلهم أول الألباب الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه ويحترمون الإيمان والطاعة ورمضان، تحلي بجعل الطريق فضاء للتسامح والتساكن والتعايش. إذن هاد الناس هادو كلهم يجب أن نعرف أنهم كما قلت أول الألباب، إذا وصل مكان ضيق أو مزدحم بالناس أو انتظر الانفراج وتريت، وإن لم تكن له حق الأسباقية انتظر الانفراج كما قلت، أو ترك غيره يتمتع بحقه، وإن لاحظ أن إنسانا ضايقه أو عاكسه انتظر الانفراج وتريت وحيا وقال اللهم إني صائم. ولكن هنا غادي نعرفوا بأن هناك بعض الحالات الغريبة التي لا يقبلها طبع سليم ولا شرع حكيم، أن تتحول عند بعض السائقين سماحة رمضان وهدوءه وسلوكه والسياق فيه المثيلة أو المثالية إلى قلق وغضب وانفعال وتشنج وطيش وشتم. ولكن هناك بعض الناس الذين نتمنى أن يكون الجميع منهم، الذين يستقبلون هذا الشهر المبارك بالتعمق في حلاوة الإيمان والطاعة ويخدعون له طوعا لا كرعا، ويحترمون القوانين ويجدون في الخضوع لها أنساهم ولذتهم ومتعتهم، ويساهمون الإسهام الكبير في ترقية حياة البشرية وحماية النفس والعرض. هادو ناس الذين يساهمون، يبنون ولا يهدمون، يحسنون ولا يسيئون، يصلحون ولا يفسدون. إذن إخواني المواطنين الكرام، أتمنى من المواطنين أن نجعل من هذا الشهر المبارك كل سنة ودائما شهر بدون حوادث وبدون مشاكل. قال الله سبحانه وتعالى، تعرفون بأن كما قال
بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم. وكذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن شعبة الإيمان هي أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذا في هذا رمضان لنقرب إلى الله ونزكي أعمالنا وحسناتنا بأن نضيف هذه الإماطة الأذى عن الطريق. وأقول لكم رمضان مبارك سعيد، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.